سنقول لكم انا فقط جيت باش نقول لكم بانه فرحان يعني الناس اللي التحقوا بنا، لانه الحزب عنده جاذبيه، الحزب الناس بغاو البديل، بغاو الناس اللي كتشتغل، ماشي بغاو هكذاك. هذه 5 سنين ديال الخدمه وشافوا التحولات وشافوا القطاعات وشافوا البول غوفرنونس، يعني سيروا كيفاش عملوا القطاعات اللي كيسيروها وزراء الاحرار، شافوا العمل الميداني، شافوا بان ما جالسينش في الرباط، حنا دائما في المنطق اللي كاينين، شافوا بانه حزب فيه الاوفياء، فيه الناس اللي هما يعني بحالكم على ميديزونس، كل شيء الناس اللي داخل الحزب سامبل، واللي كنقولوا الكلمه كنوفوا بها، واللي بيضه كنقولوا بيضه، واللي كحله كنقولوا كحله، واللي قدرنا نقولوها كنقولوها، يعني اللي قدرنا نديوها كنديوها، واللي ما قدرناش عليها نقولوا ما نقدروش عليها. دونك حنا سي تخي سامبل، يعني ما كاينش شي حاجه. وحزب اللي بغى الخير للاخر، بغى يدفع الاخر باش ينجح، واخا يكون معاه تحت منه ولا فوق منه، ليسونسيال انه شي كيجبد شي باش يكون واحد الاسانسور، باش الحمد لله تكون التنميه والترقيه ديال العنصر البشري. الحرار جاب حزب، جاب برنامج اللي هو كبير، اللي هو برنامج الاحرار، اللي فيه 5 ديال الالتزامات اللي هي كبرى: التغطيه الاجتماعيه، اشكاليه ديال الصحه، التمدرس والتعليم، مليون منصب شغل 5 سنوات المقبله، وعلاقه سليمه بين الاداره وبين المواطنين. هادو يعني ما فيهمش شي حاجه اللي هي معقده، هادو هما المشاكل ديال الناس، وفيهم واحد العدد ديال المشاكل الداخل اللي هما مرتبطين بهذيك الكلمه ديال الحقوق ديال المغاربه، كيقول لك حنا محقورين ولا هذا، كتلقى مرتبطه بالصحه ولا بالتعليم ولا بعد لي سيرفيس نهار اللي يحتاج الصحه باش والديه يدخلوا للسلطه ما تلقاهمش، كيفاش يدخلوا، اولا لانه ولدو ما قراوش اللغه، اذا ما لقاش الخدمه فين يدخل فين يخدم، اولا. فهذو كلهم كيهموا العنصر البشري، وحنا خدينا تعهد بانه في هذه القطاعات 5 حنا مستعدين باش نسجلوا يعني البرامج، اولا التوجهات الكبرى ديال صاحب الجلاله، نزلوا البرامج ديالنا. عندنا من الرجال والنساء ما هم قادرين على التنزيل ديال هذه البرامج، اذا هذا الشيء يوصلوا للسكينه، لان السكينه عارفه شكون هذا وشكون الاخر، وعارفين شكون اللي معقول وشكون اللي معقول، وعارفين شكون اللي قادر وشكون اللي ما قادرش. يعني انا مطمئن في الاختيارات اللي غادي يكونوا عند المواطنين ان شاء الله. و سمحوا لي، انا قلتها في واحد الاجتماع دابا كنا فيه، اللي كانت في صباح الناظور، حيث بكل ديمقراطيه وشفافيه اختار شاب رئيس ديال الفيدراليه ديال الشباب اللي هو سي تحتح، هو اللي غادي يكون برنامج برافو عليهم. ما نجح حتى شي واحد اللي باراشيتي. صديقي خديتو ولد بلادكم ناجح، عمل كبير في التنزيل ديال مخطط المغرب الاخضر، وفي الاداره ديال واحد الوزاره اللي فيها تقريبا 17,000 ديال 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 العامل، وبيدي من الحديد، وكينزل معايا البرامج ديال مخطط المغرب الاخضر ومشي للجهه الاخرى. جينا لنجده، خلينا كذلك شاب حتى هو اقل من 40 سنه، معروف في الرياضه، معروف في المجتمع المدني في جده، مقاوم ناجح، وعنده عائله كبيره، سي هو وزيد كاين غسيل قلبيه، الشاب حتى هو اللي هو ناجح واللي كيعمل الخير مع الناس. دونك هادو هما يعني الكونديدا ديالنا، وحنا ما يمكنش نغلطوا الناس، وحنا جايين الناس اللي عندهم يعني تاريخ ومعروفين انهم يقدروا يثبتوا. وانا متيقن، انا بحال دابا السيد رئيس ديال الجماعه هنا كنعرفو 14 عام، ياك 14 عام اللي جينا المره الاولى مع سيدنا هنا في التوقيع ديال الخيمه، باقي ساعه ممكن يكون ما تبدلش في المال، ضحك مسهل معاون الناس، باغي هذاك البرنامج، ما عمر سمعت شي مشكل جانا من الجماعه،
وفرحان كيقلب على المستثمرين غيره. هادو هما الرجال اللي خصنا، حنا بغينا الرجال والنساء اللي يعاونوا الناس، لانه الناس في حاجه يعني الى الحل ديال المشاكل ديالهم، خص اللي يتسند لهم المشاكل يتسند. ولكن الا كنا مجموعه، انتم في الكومي ولا اللي في الكونسي بروفونسيال ولا اللي في الجهه او اللي في البلديه او هذا، وكانت كانت واحد الحكومه اللي هي قويه فيها الناس ديالكم، وزيد 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 وزيد، غادي يكون واحد ان شاء الله واحد لونفيرومون يعني اللي غادي يكون جد ايجابي، باش نقدروا نحلوا المشاكل ديال الناس ونقدروا نتجاوبوا معاهم، وتبدا تطلع الانفورماسيون ديالهم تعاود ترجع عندكم مشاريع. نتمنى انا اللي نتمنى لهذه المنطقه هي مشاريع كثيره 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 ان شاء الله ديال الشيخ ولاد المغاربه، واللي تحل المشاكل هذه الشباب، وحنا مستعدين انها نديروا جو الملائم ديال الثقه، وبلادنا يعني بغات الثقه في الاستثمار، بغات الثقه في المحاور السياسي، بغات الثقه في المسؤول السياسي، لانه هذا وقت اخر، وقت ديال العمل، وقت ديال لغه الخباج ديال نحيدوا ذاك الوقت الضائع اللي مشى في الكوفيد، ومشى في حوايج اخرى من قبل الكوفيد. وحنا مستعدين لانه كنخدموا يعني ماشي فقط بالعقل ديالنا، بالمصار ديالنا، واللي كنقول المصار هو الحب ديال الوطن وديال المواطنين. وان شاء الله ما غادي يكون، غادي نرجع عندكم هنا في وقت حمله ان شاء الله كبيره في المنطقه ديال الشرقيه، وغادي يكونوا النتائج مزيانه. انطلقوا فيا الى بقيتوا غاديين في با ما نديروش اغلاط، وغادي تمشيو ان شاء الله للمستقبل ان شاء الله، تكونوا فائزين ان شاء الله. شكرا.